بدأ الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور زيارة للمملكة، يلتقي خلالها جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين الذي كان أول زعيم دولة يزور جمهورية مصر العربية عقب ثورة 30 من يونيو. ويبحث جلالة الملك خلال جلسة مباحثات مع الرئيس منصور دعم العلاقات الثنائية بين مصر والأردن في مختلف المجالات وتحفيز التعاون الاقتصادي والتجاري. قال رئيس مجلس النواب المهندس سعد هايل سرور إن الاتحاد البرلماني الدولي قرر بحث موضوع اللاجئين السوريين في الأردن ومدى تأثير هذا اللجوء عليه والالتزامات المترتبة على المجتمع الدولي لجهة تقديم الدعم والإسناد للأردن لتمكينه من الاستمرار في تقديم المساعدة اللازمة للاجئين السوريين على أراضيه. قال وزير الداخلية حسين المجالي إن عدد اللاجئين السوريين في الأردن يصل إلى نحو 1,300,000 لاجئ، ما يشكل 18% من عدد سكان المملكة، موضحاً أن ما يتلقاه الأردن من مساعدات لا يتجاوز 30% مما يتكبده جراء الأزمة السورية. وأضاف المجالي أن المملكة تأثرت اقتصادياً وسياحياً وأمنياً، مشيراً إلى أن الفاتورة الأمنية عالية جداً وحده لمسؤولية ضبط الحدود وحمايتها وضبط عمليات التهريب. أوصل أمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بتشكيل بعثة مشتركة تضم فريقا من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية مكون من 100 فرد من أجل إزالة الترسانة الكيماوية السورية، مضيفا أن عمليات تفكيك السلاح الكيماوي السوري ستجري على 3 مراحل، بدأت الأولى منها، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية تتضمن تدمير الأسلحة الكيماوية ومعدات الخلط، في حين ستكون المرحلة الأخيرة عبارة عن تحقق من التخلص الكامل من البرنامج السوري ومراقبة ذلك.